قال جي جينبين في أزمة الكورونا وفي عز نموها في الصين، الآن بدأت تنحسر، عندما كانت في أعلى أوجها قال لشعبه: الأرواح غالية وعزيزة، ولكن مستقبل الصين غالي وعزيز أيضا، لن نسمح لهذا المرض أن يقتل مستقبلنا، يجب أن نستمر في حياتنا كما هي في الوقت الذي فيه نعالج الآثار الطبية والحياتية. هذا البلد نموه وتطوره ومستقبله هو المطلوب أكثر من إنقاذ الأرواح، لأننا بهذا العمل ننقذ أرواح المليارات من البشر في المستقبل. أن نشغل نفسنا بألف أو ألفين مهم، ولكن المليارات القادمة من البشر في الصين، لأن الصين يعني بعد 50 سنة هتصبح عدة مليارات، هذول البشر مستقبلهم عندي الآن، ما أصنعه الآن سيؤثر عليهم. فأنا أريدكم أن تفكروا بكيف نمنع هذا المرض من أن يقضي على مستقبلنا. الصين بعدم ربطها لعملتها مع الدولار استطاعت منذ بداية الأزمة الكورونا أن تضخ 26 تريليون من العملة لدعم الاقتصاد بأن يتوفق عجلته. 26 تريليون، يعني الناتج القومي الصيني كله 13 تريليون. يعني أنت تصرف خلال شهر 26 تريليون نقدا لكي يبقى السوق شغال وتدعم الشركات الصينية المحتاجة. أنا لم أتأسف عليه أنه إحنا في دولنا العربية نقوم، وهذا واجب بجانب مهم وهو معالجة آثار هذا المرض صحيا وطبيا وحياتيا، مهم جدا، ولكن كيف نحافظ على نمونا الاقتصادي؟ لأنه هذا أهم لأبنائي، المحافظة على حياتك وحياتي مهم إلنا، بس ما بنقدر ننسى أولادنا ومستقبلهم ومصالحهم. فشفنا كيف أن، والمثال على ذلك أمريكا، أنا أتألم لأنه أمريكا محول مهم وأساسي في اقتصاد العالم. لما بنقول إحنا لما بتعطس أمريكا العالم يصاب بالإنفلونزا، أثرها عظيم. أعلن مورغان أن جميع الشركات في الصين في أمريكا عفوا جميع الشركات في أمريكا ستحقق خسائر هذا العام. هذا شيء خطير، يعني دخلت في كساد، مش في ريسيشن، مش في بعد صعود كبير للأسهم. وانهار سوق المال في خلال شهر إلى أدنى مما كان عليه ب 2008، انهيار السوق المال المالي في 2008. ما لازم نسمح أن ينهار اقتصادنا لحين نحافظ على أرواح. ما أنت بتروح بالحرب بتخسر آلاف من البشر، اعتبرها حرب بدك تضحي فيها لحماية وطنك. ما هو حجم التهويل فيما يتعلق بهذا النوع من الأوبئة؟ وكذلك قال شي جين بين أن الهلع والمبالغة في الخوف ومن المرض هو أوجع وأضر من المرض. يا سيدي، في سنين من السنين أمريكا تخسر 12 مليون حياة بالإنفلونزا عادية. طب ما هذا سواء مت بشيء اسمه كورونا فيروس أو اسمه إنفلونزا، هو موت. الذين يموتون بالإنفلونزا أكثر من اللي عم بموتوا بالكورونا. لا يجوز أن نسمح لهذا الهلع والجنون من التخوف. يجب أن نحتاط. دائما أؤمن بأن أحد أسرار النجاح التوازن. ما بيصير إنك تأخذ قرار وتنسى أن بالجهة الأخرى له آثار مضرة. هذا كان دائما بتذكر أنا كلمة لفرانكلين روزفلت، كان كلما جاءه اقتصادي يشرح له موضوع بيقول له on one hand and on the other، يعني من هالجهة ومن الجهة الأخرى في رأي آخر أو أثر آخر. قال أنا، قال له امشي دوروا لي على economist عنده إيد واحدة، I want a one-handed economist، ما يقول ليش on one hand and on the other، هذا مش ممكن. كل شيء له أثر سلبي وأثر إيجابي، فإحنا لا يجوز أن نجعل هذا الهلع
سببا لأن ننهار اقتصادنا ومستقبلنا.